أهلا بكم. خلونا استبعاد نص مليون عامل وملايين خارج الحسابات. نبدأ الأول، صحيفة الدستور يبدو أن الأخ محمد الباز قرر كده أن هو يتصالح مع النظام المستبد الحاكم وينشر مجموعة من الأخبار كلها طبل وزمر وزغطيط. أول خبر أهو في الدستور بيقول لك في المحنة منحة، يعني الخبر قدام حضرتك اهو، في المنحة، في المحنة منحة. اللعب بقى بالالفاظ والتراكيب والحاجات دي، جو كده كنا بنعمله زمان واحنا ايه، واحنا يعني قفص نفيس نشف وقفصنا ما نسفش والحاجات، يعني الجو ده بقى. طيب، وزير الاتصالات بيعلن صرف ال 500 جنيه، 500 جنيه، يعني في المحنة دي، في المحنة دي طلع المنحة 500 جنيه. فوزير الاتصالات بيعلن تفاصيل صرف ال 500 جنيه واماكن صرفها. اديني كده يا علي من عندك، الله يخليك، شاور كده من عندك واديني ده فيديو، العب الفيديو كده. هنبدا من غدا ان شاء الله الاثنين ونستمر حتى الخميس، 4 ايام متتاليه. كل مواطن مستحق لهذه المكافاه ستصل رسالة نصية على جهاز المحمول الخاص به اللي سجله في الطلب اللي تقدم به. كل أرقام المحمول موجودة لدينا في قاعدة بيانات، كل مواطن ستصل رسالة تبلغه باليوم المحدد له وبالجهة التي سيصرف من خلالها. حددنا جهتين أساسيتين لعملية الصرف: هيئة البريد المصري بمنافذها 4000، بالإضافة إلى أكثر من 600 مدرسة سيشرف على الصرف من خلالهم هيئة البريد المصري، بالإضافة إلى 1100 فرع لبنك المصري الزراعي سيصرف من خلالهم أيضا لشريحة من المواطنين. إذن كل مواطن ستصل رسالة تبلغه بيوم المحدد للصرف والجهة التي سيصرف من خلالها، سواء كانت هيئة البريد أو البنك الزراعي المصري. له أن يختار أي فرع من فروع الجهة المحددة له، ولكن ليس له أن يتجه إلى الجهة الثانية. كل مواطن محدد له جهة ويوم، لن يصرف له إلا في اليوم المحدد وفي الجهة المحددة له. الهدف من هذا هو حلو قوي. وقف الفيديو بقى. انا بس عايز حضرتك بس تمسك ورقه وقلم، الله يخليك، يعني عشان تبقى ايه عقلك يشتغل معانا، ما نقعدش نسمع بعض وخلاص. الوزير ده قال ايه بقى؟ قال لك 4 ايام، في الاربع ايام دي هنصرف فيهم ال 500 جنيه في 4 ايام. اكتب الرقم ده عندك وسجله، حط الاربع ايام دي على جنب. هتصلك رساله لو انت مسحراتي ورمضان لسه ما جاش، لو انت بتاع قطايف ورمضان لسه ما اشتغلش، لو انت اي حاجة وما اشتغلتش، يعني هتصلك رسالة على الموبايل بتاعك باليوم المحدد والجهة اللي هتصرف منها. حلو جدا. ايه بقى الجهات؟ هيئة البريد بال4000 فرع، كلام جميل جدا، و600 مدرسة، ما اعرفش ليه 600، ليه مش 1000، مش مشكلة، و1100 فرع البنك المصري الزراعي، كلام جميل جدا. يعني لما تجمع دول 4000 وادي معاك 1100، يعني 5100، ومعاك 600 مدرسة، يبقى معاك دلوقتي 4000 مكتب بريد و1100 فرع للبنك، يعني معاك 5100 مكان. اوكي، وادي 600 كمان هم معاهم بتوع المدارس، يبقى معاك دلوقتي 5700، يبقى معاك المجموع الجهات اللي هتصرف 5700. اصل انا احب الارقام قوي ما اعرفش فيها. حلو جدا، احفظ دي بقى. هسألك سؤال بقى لحد ما اجيلك، يا ترى عدد الناس المستحقة قد ايه؟ عدد الناس المستحقة قد ايه؟ على حسب كلامهم 1.5 مليون. يعني 1.5 مليون دول هيتزحموا في المكان ده، في هيئة البريد، في 5700 مكان هيتزحموا فيهم عشان ياخدوا المنحة في 4 ايام. يعني انت معاك 4 ايام، هتروح واحدة من 5700 جهة دول، وطبعا مش هتروح اي حتة، هو هيقول لك تروح الحته الفلانيه. فمؤكد ان لما تحسب العدد 1.5 مليون على 5700 مكان، انت بتتكلم في زحمه.
بس هم هل هم مليون ونص؟ تعالى شوف بقى الباقي. كلام جميل جدا. قال لك ايه الراجل بقى، اضحك الصوره تطلع حلوه اهو، قال لك هنوفر كراسي وسرادقات عشان الناس تقعد في الظل. كلام رائع جدا، نسمعه بلسانه، اسمع كده. حقيقة نوفر لأهلنا اللي رايحين دول كمامات، يعني أي حاجة تضمن سلامتهم وهم رايحين، يعني هل في الاستعدادات دي بكرة؟ إن شاء الله يا فندم، مع بالتعاون مع السادة المحافظين موفرين كراسي قدام المنافذ على مسافات متباعدة، طلبنا عمل سرادقات علشان الناس تبقى قاعدة في الظل، يعني بيكون في متطوعين ينظموا الدخول وهكذا. الدكتور عمرو طلعت وزير الصلاة. طيب يا عمرو طلعت، متشكرين جدا، حلوه قوي الصوره كده اهي، حلوه قوي، هنوفر كراسي. وبص عمرو اعلام السيسي فاهم، اللي ما يتسماش فاهم انه ايه، ازاي يباصي للوزير وهتوفره بقى حاجات وضل واهالي ده، فيقول له اه طبعا. وطبعا عمرو واخد الجدول اللي هيقول بيه. طيب مظهر حضاري جدا نحييكم عليه. خلينا نشوف، ادي خبر في الاهرام اهو بيقول من البحيره لمواطنين جالسين للعمالة غير منتظمة تصرف الإعانة من البنك الزراعي والبريد في البحيرة. أدي الأهرام أهو، وأدي محمد إبراهيم الدسوقي صحفي كبير جدا من أمريكا. أي الناس قاعدة أهي، بص ما فيش أي زحام خالص، بص الناس قاعدة أهو محترمة، ما فيش أي زحام جدا، صورة حلوة جدا. طيب تعال نشوف بقى صور من مدارس الجيزة برضو، وما فيش تكدس ولا زحام ولا أي حاجة، نلعب كده أهو. أدي الصور من مدارس الجيزة بتصرف، عشان بس ما حدش يقول لك انتوا بتعرضوا الحاجات الوحشه، بس انتوا بتخبوا الحاجات الحلوه، حاجات بنحييهم عليها والله. اهو اهو والله الست قاعده وجنبها الفلوس وبتصرف، وادي العب. صحيح ما فيش تنده، مش مشكله، بس في كراسي الناس قاعده اهي اهي. صحيح القعده مظبوطه كده للتصوير ماشي، لكن احنا هنصدقها والله هنصدقها. طيب خلينا نشوف بقى، مش هنروح بعيد، مش هنروح اي حته تانية، هنروح برضو في القاهره بس القاهره الكبرى شويه، هنروح لمدرسة فاطمة الزهراء بشبرا الخيمة. شبرا الخيمة نشوف كده، نفس الكراسي كانت موجودة، نفس التندة كانت موجودة، نشوف كده، اتفرج. زحام في صدى البلد، زحام شديد أمام مكتب بريد بالهرم لصرف منحة العمالة غير المنتظمة. مش احنا اللي بنقول؟ يبقى اللي فاتت كانت ايه يا علي بقى؟ اللي فاتت كانت للتصوير، اللقطة اهو، ادي الفيديو يا معلم اهو، ادي الفيديو، شايف الناس زحمة قد ايه، والكراسي موجودة برضو بس مفيش تاندا. يا جماعة والله العظيم، والله العظيم لو شفنا حاجة حلوة بنقول عليها، والله العظيم احنا مش زيهم، مش زي اعلام السيسي اللي هو قاعد يضيع نص عمره عشان يلاقي فرصة يسيء اليك بجد والله. يبقى علي طبعا، علي معرفش عنده في الظروف اللي احنا فيها دي يعمل اتنين ويند ولا لا، عشان نشوف الخبر بتاع الاهرام والخبر والفيديو ده، الاثنين موجودين قدامك، الاثنين يعني على عينك يا تاجر. انا قلت لك وانت تحس وانت بتشوف مدرسه البحيره دي ان 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 الموضوع متنظم كانه مسرح، الناس قاعده كده، اقعد يا انت هناك، اقعد يا حاج انت، اقعد يا ست، وبضرب كده خد اللقطه، خد اللقطه ابعتها للاهرام. حتى صور مدارس الجيزه تحس انها برضو، انما بص ادي لقطه حقيقيه، ادي الناس واقفه في الشمس، وادي الكراسي، كراسي موجوده اتنخت عاديه جدا بس في زحام. طيب تعال نشوف من فيتو بيتكلم على الناس تجاهلت تحذيرات الدوله، ها تعال اهو شوف الناس تجاهلت تحذيرات الدوله في فيتو، واتزحام على مكاتب البريد. ده فيتو، ده فيتو، هات فيتو بقى يا علي اهو، فيتو اهو، تجاهلوا تحذيرات الدوله، زحام المواطنين امام البريد تصرف منحه العماله غير منتظم اهو يا معلم. يعني بريد زحمه، مدارس زحمه، بقى هتقول لي بس ده يعني معلش يعني ده انت خدت حاجات. طب تعال نشوف في الشرقيه والقرى العامله، القرى العامله قصدي، بتورد بتقول لك معلش السيستم وقع. ادي موقع اسمه تحيا مصر، السيستم وقع، اسباب تكدس العماله غير المنتظمه بقى. يا اخي اهدى يا اخي، حرام عليك، ده انا قاعد في بيتنا وانت قاعد في الاستوديو. اسباب تكدس العماله غير منتظمه من البنك الزراعي اثناء صرف المنحه، السيستم واقع، السيستم واقع على فكره، ده في الوحش. طيب هو قال انه الصرف هيبقى فيه 4000 مكتب بريد، 600 مدرسه، 1100 فرع من فرع البنك المصري الزراعي. اللي جاب سيره البنك الاهلي؟
انا ما سمعتش. انت سمعت البنك الاهلي؟ سمعت عمرو طلعت ده وزير الاتصالات قال البنك الاهلي؟ ومع ذلك الحقيقه حتى البنك الاهلي فيه ازحام. انا ما اعرفش ايه اللي جاب سيره البنك الاهلي. الاول خلينا نشوف شروط صرف المنحه واماكنها. اهو، يتم الصرف من مكاتب البريد او بنك الائتمان الزراعي. تمام جدا، يعني مفيش بنك الاهلي. على المواطن التوجه للزجاجه المذكوره في رساله الصرف. اصحاب الهاتف اللي وصلت عليه الرساله والبطاقه، اصطحاب الهاتف يعني تاخد معاك التليفون وتقول له الرساله دي جاتني. هات اخر واحده بقى عليها عشان مش شايفها. لا يجوز التوجه لغير الجهه المذكوره في الرساله، يعني ما تروحش، مش تسيب الائتمان الزراعي وتروح بنك الاسكندريه، لا هو البنك الزراعي. يتم تسليم المبلغ اضافه لكارت مرتبط بحساب بنكي او بريدي. حلو. صرف ال 500 جنيه خلال الشهرين القادمين من خلال هذا الكارت. يعني الشهرين الجايين تروح البنك بقى تصرف بالكارت ده. ده كلام جميل جدا والله. في حالة عدم الذهاب في الموعد المحدد ستطلب رسالة أخرى بموعد جديد. مواعيد الصرف تبدأ من 8 صباحا لحد 5 مساء. كلام جميل جدا ورائع جدا. شفنا شبرا الخيمة زحمة. شفنا الشرقية قال لك السيستم واقع. شفنا مكاتب بريد الهرم زحمة. طب ما تيجي نروح كده حتة تانية، ما تيجي نروح حلوان. حلوان زحام امام البنك الاهلي في حلوان لصرف منحه ال 500 جنيه. انا مش فاهم ايه علاقه البنك الاهلي، يعني مش فاهم، هل دي غلطه مثلا؟ ادي البنك الاهلي اهو، ادي فيديو البنك الاهلي اهو، ده فيديو البنك الاهلي بس ما اعرفش ده فين، ده مش في جوهر القائد. ده ايه اللي جاب سيره البنك الاهلي؟ انا ما اعرفش بصراحه. لا ده في حلوان. لا انا عاجبني حاجه يا علي بقى، بص اللوجو عليه فوق على الشاشه ايه؟ خليك في البيت. انا، ما انتوا اللي طلعتوني، ما انا قاعد في البيت والله، مش انتوا اللي طلعتوني. طب انتوا حاطين اللوجو الهاشتاج ده فوق ليه؟ اللي هو خليك بالبيت، خليك بالبيت بس انزل اصرف المنحه. ازاي يعني؟ بس هتقول ايه؟ ربك يشيل. تعال نشوف شارع جوهر القائد اللي هو الشارع الرئيسي بتاع الحسين، برضه زحام في شارع جوهر القائد في المسكي امام فرع البنك الاهلي. اديني كده، ادي اهو. ايه اللي جاب سيره البنك الاهلي في الموضوع؟ ولا الناس رايحه غلط؟ ما يمكن الناس رايحه غلط، ما يمكن الناس دماغها مقلوبه. طب فين الكراسي والتند والحاجات دي؟ مفيش يعني. هو ده ادي يعني، بص على عينك يا تاجر. طب نروح للبنك الاهلي، جايز الناس غلطت، نروح جرجه. البنك الاهلي في جرجه برضو فيديو زحام الناس في البنك الاهلي في جرجه. بقى ايه علاقه البنك الاهلي؟ وزير اهو البنك الاهلي في جرجه، بص الناس عامله ازاي؟ بص الناس عامله ازاي؟ بس ده فيديو متصور بموبايل مش من الشاشه، يعني مش بكاميرا المحترف. شايف الفيديو؟ شايف الناس عامله ازاي؟ شايف الناس عامله ازاي؟ على لحم كوم لحم. طيب وجير جديد صواج على فكره. طب نروح بحري، نروح دمنهور برضو في البنك الاهلي في دمنهور. هات يا عم دمنهور، العب كده دمنهور عليه اهو. بس رايك كان دماغه مقلوبه اللي صور اهي. دمنهور اهي، بس انت لازم تميل راسك كده على الشاشه على اللي جنبك، على ركبه اللي جنبك عشان تشوف الفيديو. معلش هو مصوره بالموبايل. يعني الحقيقه نروح العجمي عشان خاطر علي واسكندريه. ادي العجمي، البنك الاهلي في العجمي. يا جماعه الراجل قال بالنص كده انه الفروع هتبقى البنك الزراعي. ايه علاقه البنك الاهلي بالموضوع؟ طب اللي مش هيعرف يصرف في الزحمه لانه تعبان او زحمه او اتاخر شويه هيعمل ايه يا علي بقى؟ هيعمل ايه؟ نشوف كده. هيكل بيقول، هيكل اللي هو وزير الاعلام عندهم، هيكل بيقول اللي لا مجال للتلاعب في منحه ال 500 جنيه ومن يتاخر عن الصرف ينتظر. طب سيبك من دي، هو نبدا الاول. قلنا لك الدستور قالت في المحنه منحه. حلو الكلام، حلو اللعب الالفاظ، يعني كلام جميل جدا. جميل جدا، تعال نشوف بقى المنحه ال 500 جنيه دي يا ترى ممكن تعمل ايه؟ نشوف كده الجراف ده. 500 جنيه ممكن تعمل ايه؟ 500 جنيه يجيبوا ايه؟ يجيبوا ايه ال 500 جنيه؟ 5 ايام ما تكفيش ابو سويلم. متوسط الاسره 5 افراد، متوسط يعني هم حسبوها 5. اكل لمده 3 ايام فقط، وجبه فطار ب 50 جنيه، وجبه غدا ب 100 جنيه، وجبه عشاء ب 50، 50 و100 دي 200 جنيه. صح كده 200 جنيه، اجمالي في 3 ايام 600 جنيه.
يعني لا ازاي اجمالي في 3600 جنيه؟ انت حسبتها اهو، ما انا حاسبها، انا بعرف احسب على فكره. انت مش قلت 50 جنيه فطار، 100 جنيه غدا، 50 جنيه عشاء، صح؟ يبقى كده الاجمالي اسمه ايه هو؟ الاجمالي 400 جنيه مش 600. طيب غاز بقى وحاجات من دي، خليك كده. ازاي بقى الاجمالي في 3 ايام 600 جنيه؟ هو في اليوم، صح؟ في اليوم 200 جنيه، في 3 ايام 600، انا اللي مش عارف احسب، صح كده؟ مفيش فواتير كهرباء وغاز وميه وايجار وتليفون وسلع اخرى اساسيه. طيب كويس قوي، شيء جميل، يعني ادي 500 جنيه يا معلم.